صراحة مو شي أصدقائي، جيتكم فيديو جديد. اليوم يا أصدقائي نفس ما قرأت في العنوان، اليوم يا أصدقائي راح ندخل على ماب رمضاني في اليوم، راح نشوفه ما دام احنا في شهر رمضان. ويبي يا أصدقاء، فقبل نبلش في الفيديو حطوا لايكات، شاركوا في القناة وفعل الجرس، وخلونا ندخل على هذا الماب الرمضاني. شلونكم يا رمضان؟ هل تحسون انه صعب عليكم رمضان ويا المدرسة؟ خبرونا في التعليقات. هو شوي صعب وشوي طبيعي، يعني صح نعطش في المدرسة، لكن شي طبيعي نقدر انه نتحمل. مو مثل ذيك السنة كان جو كلش حار وكان صعب حيل الصيام، لكن السنة جو زين في العراق، همجين ودا تمطر وغرقانة الدنيا وهاي والجو حلو يعني. فيس يا أصدقاء، فخبروا بتعليقات هل انتو عندكم حارة او لا، وهل عندكم صعب الصيام في الدوام او المدرسة، وهم خبروني بهذا الشيء. تقبل الله ايضا صيامكم ان شاء الله. وبس هسه خلونا نبلش بعد بالفيديو، ندخل على الماب نشوف قصدي ديكور تبع ليتس جو. طبعا كنا نعرف انه وين نروح لمكان رمضان غير انه في المابات. فيس، وهذا هو بداية الماب. نفس ما تلاحظون مكتوب هنا كلش واضح، مكتوب رمضان كريم باللغة العربية. فنفس ما تشوفون رمضان كريم، اوكي، فرمضان كريم لكم يا اصدقائي. فحلو ترى، ضابط كلش حلو. نشوف هنا شنو اكو هنا. هذي اتوقع انه هذا سمبوسة، اللي هواي يحبون السمبوسة. وهذا هو مكان افطار مبين، لانه يعني في كراسي وايضا دجاج وهالاشياء. هاي الدجاجة مسكينة حتكون يوم من الايام بهذا المكان. ونشوف هنا شنو، اوه يأشر هنا، شنو هاي؟ ما اقدر ادخل. بعدين نشوف سالفته. وطبعا شوفوا الديكور برا، اتوقع سمبوسة هذا الفوق اتوقع، لكن الديكور كلش حلو الفوق، خصوص ان الهلال يجنن. شوفوا كيف، صدق حلو شكله. وهذا شنو هذا؟ اتوقع مجرد شكل. فهسه كل شيء نشوف، بس خلينا ندخل. فحطوا لايكات وشاركوا في القناة. اتوقع انه هذا باركور رمضاني، اوه شكله والله. فمنين نبلش؟ طبعا حاطين صور لفوق كل باب. هات خلينا نشوف ايش هنا، ما مبين حيل. خلينا نستخدم فتشي، اوكي اكل اتوقع. وهنا الطبخ، ما فهمت شنو هاي. خلينا ندخل من هذا. بس شنو هذا الاطار؟ لحظه، اوكي اول شيء راح تشوفون اكو اكس وصح. شنو بوعش شو مسوي؟ حاط كوينز وجواهر اكيد هذا طبعا. واو حلو، بس يلا نختار صح. يلا حطوا لايك، اوكي مبين انه هو باركور. فمنين نروح على الهلو كيتي؟ او هذا اكيد الهلو كيتي، لان نحب الهلو كيتي. اوه نو، طلعت الهلو كيتي فيها لافا. اوكي خلي هسه ندخل هنا. اوه بيكيكزي قبل له، هسه اتوقع هسه هاي اتوقع، والله عرفت. اوف قلت اختار ذيج، بس ممكن لعب علينا في شيء، لكن حرامات. المهم اللي وراها اللي هي هاي النوب، هاي مستحيل ما تطلع هاي، ترى مستحيل. كافي كل شوي لعبة، اي والله في النوب من كافي كافي. اوكي وهنا، فنشوف الباب اللي بعدها. احنا هسه رحنا منها، فاكيد راح تكون منها. لا والله مو اكيد، او ماي جاد فزت. بس شلون فزت؟ المهم ففزت يا اصدقائي نفس ما تشوفون. اوكي حبيت الماركور من البداية. اوكي يا اصدقائي هسه شنو، خلينا نروح على البوابات الاخرى نخسر نفسنا حتى نطلع. ليتس جو. فهسه ندخل على الباب الثانية، نستخدم هذا. اوكي هنا شنو؟ اتوقع ماكو شي، مجرد هيك الشكل هنا في هذا المكان، لكن نشوفه هنا. اوكي نمشي. هذا شنو هذا؟ هذا مو الكمبيوتر؟ لحظة، لا لا مو كمبيوتر. اوكي فهسه خليني نلعب باركور. اوكي صعب صعب، شنو هذا؟ ها شلون؟ انا وين رحت؟ خلي استخدم فتشي يسرع يعني هذا. اوكي او ماي جاد، شفت ايش صار؟ هاي شو وداني هنا؟ فخلي نروح اول شي من ناس شنو اكو. طبعا نقدر احنا نعبر يعني عن طريق المكنسة، فخلي نشوف شنو اكو. مو مكنسة استخدمت، مكان فارغ يس، ماكو شي. وحتى ورا هذا ترى هم كان فارغ يعني ماكو فشي. فنفس ما تشوفوها ماك شي، فنروح نرجع على الباركور ونروح نكمل. واو طويل، اوه هنا نفوز، فزيت. لا 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 صدق خلينا نلعب ونشوف شنو سالفته.
موجود هنا. اوكي راح نبلش. طبعا هو اكو طريقين، اكو طريقة هنا وطريقة هناك. خلينا نروح لهذا لان مبين اسهل. لا والله ما مبين اسهل. لا صدق شلون اقفز هنا على القوري ما تشاي شلون صايرة هاي. فخلي نستخدم مكنسة ونصعد فوقها ونبي نكمل. اوكي فهسه صعدت و او ماي جاد ترى شنو شلون اللعب هذا؟ صعب 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 صعب. خلينا نروح على هذا نرجع له. طبعا باخر الفيديو راح اطلع لكم اسم الماب. فا اوكي فانتظروا اخر الفيديو حتى تعرفوا اسم هذا الماب. لا هذا ينرفز، هذا ينرفز. خلينا نستخدم النفتشي نشوف شنو وراه لان هذا شوي صعب. او ماي جاد علاه براسا. صعب يا اصدقائي، يحتاج لوقت حتى انه تقدر تفهم الطريقة. فهذا شوي صعوبة. وين ما تروح تلقى لافا بقى، حتى هنا حاطي لافا. شكلنا لازم نستسلم ونستخدم البدلة تبع الصين. اوكي هي اللي راح تخلينا نفوز يعني. فا اوكي فخلي نكون نطير لقدام لقدام. فا اوكي وصلنا لهذا المكان، نشوف شنو سالفته. اوكي 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 لا نفس لعبة سكويد جيم. فأنا أحب هذا المكان. فأول وحدة هنا، لا مو هنا، هنا بعدين هنا وقدام. أوه وقدام. أوه وقدام. لا لا ليش ليش أنا وين رحت؟ مو هنا. أوه 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 لحظة، مكان ضيق شوية. نب هاي ليش عزيز؟ خلنا نرجع نرجع نكمل. انه منا هي مو منا كراسي. خلينا نكمل خلينا نكمل. اوه يس احنا وين خسرنا؟ ما ادري وين خسرنا صراحه، لكن خلينا نكمل. اوه ماي جاد اوه ماي جاد فزت. فهنا تشوفون واو المكان كلش كبير. واو هسه نروح على اخر مكان تبع الباركورات ونشوف ايش فيه. فهذا يسمونه باركور رمضاني. فحبيت البداية لأن صدق مبينة رمضانية. فهسه بعد احنا نروح لباركور الثالث والأخير. هذا هو آخر مكان. فنفس ما تعرفون بالبداية كان اكو صورة أكل، بس أوه صدق في أكل. أوكي فهسه شو أسوي أني؟ خل أروح أكمل. أوكي فنروح هنا. شو السالفة؟ وين أروح؟ هنا أتوقع يعني هسه اللي دا أروح له صح؟ لا صح لو لا؟ يمكن صح. خلي نكمل ما ادري. نروح اوه لافا لافا هنا. شو نسوي هسه؟ اوه متاهة متاهة. وش ما انتبهت ان هي متاهة. المهم فزت. ما ادري وين رحت وطرت وبس. خلينا نشوف هي شلون تنحل اصلا. شوفوا لا ما ينشاف ما ينشاف لان شيء اكو هنا مثل السقف، فما تقدر انه تشوف كيف الطريقة تبع الفوز. وخبروني بالتعليقات اكثر بوابة حبيتوها في هذا المكان. اتوقع اني اكثر وحدة حبيتها اللي هي هذه تبع البوابات. انا احب فكرة البوابات او مثلا لعبة سكويد جيم الموجودة في اخر الماب او البوابة ريج هاي. فاحس فكرتها حلوة. فا اوكي هسه انتوا متحمسين تشوفون اسم هذا الماب. اسم لحظة قبل اقول لكم اسم. شوفوا هنا حاط فوانيس ما انتبهت عليهن لانهم شوي صغار، لكن شوف الفوانيس هذه. هاي طبعا اللي يسال شنو هالفوانيس، هاي فوانيس تحديث الهالوين. اوكي المهم فهسه خليني اقول لكم اسم هذا الماب. اسم هذا الماب نفس ما تشوفون هو هذا. طبعا انصحكم يا اصدقائي تدخلوا على هذا الماب تسوون فيه صور حلوه، خصوصا الهلال هذا او الكلمه هذه. اوه ماي جاد صورة للهلال تجنن. شوفوا الصورة كيف. هسه خلي انزلها عندي وانشرها وبس. اذا شفتوا هذا الفيديو حطوا لها قلب حتى اعرف انه انتم شفتوا الفيديو. فحطوا لايكات يا اصدقائي واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وبس. باي باي احبكم واشوفكم بالفيديو الجاي.